أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من بلاد العرب الأوطاني على قناتكم غموض وحقائق. في هذه الحلقة سنتكلم عن أم الدنيا مصر. رسميا هي دولة عربية تقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، ولديها امتداد آسيوي، حيث تقع شبه جزيرة سيناء داخل قارة آسيا. فهي دولة عابرة للقارات، قدر عدد سكانها ب103 ملايين نسمة، ليكون ترتيبها 13 بين دول العالم بعدد السكان والأكثر سكانا عربيا. يحدها شمالا البحر المتوسط، وجنوبا السودان، وشرقا البحر الأحمر، ومن الشمال الشرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، وغربا ليبيا. تبلغ مساحة جمهورية مصر حوالي 1,200,000 كيلومتر مربع، والمساحة المأهولة تبلغ 78,990 كيلومتر مربع، أي بنسبة 7.8 من المساحة الكلية. وتقسم مصر إداريا إلى 27 محافظة، وتنقسم كل محافظة إلى تقسيمات إدارية، وهي المراكز أو الأقسام. تشتهر مصر بأن بها إحدى أقدم الحضارات على وجه الأرض، حيث بدأ البشر بالنزوح إلى ضفاف النيل والاستقرار، وبدأ في زراعة الأرض وتربية الماشية منذ حوالي نحو 10,000 سنة. وتطور أهلها سريعا، وبدأت فيها صناعات بسيطة، وتطور نسيجها الاجتماعي المترابط، وكونوا إمارة متجاورة مسالمة على ضفاف النيل تتبادل التجارة سابقة في ذلك كل بلاد العالم. بالنسبة لمعنى كلمة مصر باللغة الفرعونية، فقد عرفت بالآتي: هاك آك بتاح، والذي معناه الأرض الخصبة أو الأرض المقدسة الخاصة بالإله بتاح. وقد كان بتاح أكبر الآلهة عند الفراعنة القدماء، والذي يقابل الإله زيوس لدى اليونانيين، وقد استعمل منذ القدم لتسمية مصر، ومن ثم جاء اليونانيون والذين قاموا بإدخال أسماء أخرى للإشارة إلى مصر مع فتح الإسكندر الأكبر لمصر سنة 332 ميلادية. تاريخ مصر. تعتبر مصر من أقدم الحضارات الإنسانية في العالم، حيث يرجع تاريخ مصر إلى ما قبل 3100 قبل الميلاد، وكانت بداية نشأة دولة مصر على ضفاف النيل، واستمرت الحضارة المصرية لأكثر من 2000 عام، حيث أن تاريخ مصر هو التاريخ الأكثر عمراً وامتداداً من بين الحضارات الأخرى في جميع أنحاء العالم. كما أضافت الحضارة المصرية القديمة الكثير إلى التراث الإنساني في مختلف أنحاء العالم، فقد شهد وادي النيل إنشاء أول سلطة مركزية في التاريخ، بالإضافة إلى معرفة الكتابة والمساهمة في ابتكار عديد من العلوم، منها الحساب والهندسة والطب والفلك، ومعرفة التقويم والتفكير في البعث بعد الموت والثواب والعقاب، وهو ما دفع ملوك مصر إلى بناء المعابد والمقابر المذهلة المنتشرة في جميع أنحاء مصر، والتي من أهمها بطبيعة الحال هي الأهرامات، والتي تعد من رموز السياحة المهمة والأكبر في مصر، وإحدى العجائب السبع في العالم. إلى جانب ذلك، فهم ملهمون بمعرفة طرق تحنيط جثث الموتى، والتي ما زالت أسرارها غير معروفة حتى الآن. ومرت على مصر مراحل تاريخية متعددة بعد ذلك، خضعت خلالها لحكم الإغريق والفرس والرومان، حتى انبعث ميلاد جديد لمصر بدخول الإسلام وانتشاره في جميع أراضيها. الاقتصاد في مصر. يقع معظم النشاط الاقتصادي في مصر حول وادي النيل، ويعتمد أساسا على الزراعة والسياحة والإعلام، وصادرات البترول، وتصدير القطن والمنسوجات والمنتجات المعدنية، وكذلك المواد الكيميائية. وقد تم تحفيز قطاع التكنولوجيا للمعلومات في مصر من قبل رواد الأعمال المصريين، بالإضافة إلى التشجيع الحكومي المستمر. في الميدان السياحي، تحتوي مصر على العديد من الأماكن التي تجذب الزوار، وفيما يلي بعض منها: أهرامات الجيزة. أهرامات الجيزة مجمع يبلغ عمره 4,000 عام، ويحتوي على الأهرامات الملكية والمعابد والجسور، ويتم الانتقال من الهرم الأصغر الذي يسمى منكور إلى الهرم المتوسط الذي يسمى خفرع،
وانتهاءا إلى الهرم الأكبر الذي يسمى خوفو أو هرم الجيزة الأكبر. أبو الهول هو تمثال يقع في الجيزة بالقرب من هرم خفرع، وقد تم نحته في الصخور الطبيعية، ويرمز هذا التمثال لفرعون باعتباره تجسيدا لإله الشمس رع. برج القاهرة هو برج أنشئ في عام 1961 ميلادية كمصنع لصنع لوتس، ويبلغ ارتفاعه 187 مترا، إذ يعد هذا البرج الثاني أشهر معالم القاهرة بعد الأهرامات. المتحف المصري هو متحف يقع في وسط القاهرة، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الآثار الفرعونية، ويعرف هذا المتحف أيضا باسم متحف القاهرة. قلعة القاهرة هي قلعة قام ببنائها صلاح الدين لحماية مدينتي القاهرة والفسطاط من الصليبيين، وتعرف أيضا باسم قلعة محمد علي. مناخ مصر مناخ مصر يمكن تمييزه في فصلين مناخيين، هما فصل الصيف الجاف الحار ويمتد بين شهري مايو وأكتوبر، وفصل الشتاء المعتدل القليل الأمطار ويمتد بين شهري نوفمبر وأبريل، حيث تبلغ درجات الحرارة في شهر يناير إلى مستويات مختلفة، حيث تكون درجة الحرارة الصغرى من 9 إلى 11، أما درجة الحرارة العظمى فتكون درجة الحرارة من 20 إلى 24 درجة مئوية، أما في شهري يوليو وأغسطس فتكون درجة الحرارة الصغرى من 21 إلى 25 درجة، ودرجة الحرارة العظمى تكون من 37 إلى 42 درجة مئوية. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.